لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: سفيان المودن يجري العملية الجراحية وهذه مدة علاجه من أجل العودة للميادين، مدافع جديد يلتحق بتدريب الوداد الرياضي، وخمس لاعبين يغيبون عن النادي الأحمر ضد حسنية أكادير، مدرب حسنية أكادير يستعجل بعودة لاعبين بارزين ضد الوداد الرياضي، طاقم تحكيمي من غينيا لقيادة مباراة الوداد الرياضي والملعب المالي في دوري أبطال أفريقيا، سيمون موسوفا يتهم صلاح الدين السعيدي ولاعب سابق للوداد الرياضي يؤكد تعرضه للنقابة داخل النادي الأحمر. أكد الطبيب الفرنسي الذي أشرف على العملية الجراحية لسفيان المودن لاعب الوداد الرياضي حاجته لعشرة أيام من أجل مباشرة عملية التأهيل قبل عودته إلى الدار البيضاء للخضوع لعملية الترويض وبعدها استئناف التدريب للعودة إلى الميادين. وكشف مصدر ودادي مسؤول أن العملية الجراحية كللت بالنجاح وأن اللاعب سيبقى تحت المراقبة الطبية للدكتور الفرنسي قبل مباشرة عملية التأهيل التي قد تمتد لأسبوعين. وكان سفيان المودن قد أصيب في المباراة الودية للوداد الرياضي ضد أولمبيك مراكش، حيث رغم العلاجات التي خضع لها لتفادي إخضاعه لعملية جراحية إلا أنه تقرر في الأخير سفره إلى فرنسا لإجرائها بعد إحساسه بآلام شديدة في قدمه. ولم يجري سفيان المودن أي مباراة رسمية مع الوداد الرياضي بعد الإصابة التي تعرض لها، شأنه شأن أيوب سكوما وأيوب بن الشاوي، علما أن الأخيرين استعاد عافيتهما وعاد إلى تدريب الفريق. التحق المدافع أيوب بن الشاوي بتدريب الوداد الرياضي لأول مرة منذ التحاقه بالفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الأخير قادما من الدفاع الحسني الجديد. ورخص طبيب الوداد الرياضي للمدافع أيوب بن الشاوي بالالتحاق بتدريب الفريق الأحمر بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان قد تعرض لها مع فريقه السابق الدفاع الحسني الجديد. واستبعد مصدر مسؤول مشاركة أيوب بن الشاوي في مباراة الوداد الرياضي ضد حسنية أكادير يوم السبت المقبل برسم الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية لعدم جاهزيته بدنياً. يخوض فريق الوداد الرياضي مباراته ضد ضيفه حسنية أكادير مساء السبت المقبل برسم الجولة الرابعة من البطولة الوطنية بخمس غيابات مؤثرة. وتعرف تشكيلة الوداد الرياضي أمام حسنية أكادير غياب أيمن الحسوني بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي جمعته أمام يوسفية برشيد وفرضت عدم استكماله للمقابلة. وإلى جانب أيمن الحسوني سيغيب سفيان المودن الذي أجرى أمس الثلاثاء عملية جراحية على مستوى قدمه اليمنى بإحدى مستشفيات مدينة ليون الفرنسية، فيما سيغيب أشرف داري لتلقيه البطاقة الحمراء خلال المواجهة التي جمعت الفريق الأحمر بمضيفه أولمبيك آسفي السبت الماضي. ويغيب أيضا كل من أيوب العملود والإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا لعدم الجاهزية رغم عودتهما لاستئناف تداريبهما رفقة النادي الأحمر في بداية الأسبوع الحالي. في المقابل سيعود أيوب سكوما لتعزيز خط وسط ميدان الوداد الرياضي بعد أن أبعدته الإصابة عن المباراتين الأخيرتين للفريق الأحمر في الدوري الاحترافي. يكثف الطاقم الطبي لفريق حسنية أكادير جهوده من أجل استعادة خدمة لاعبين بارزين خلال المباراة التي يحل فيها ضيفا على الوداد الرياضي السبت المقبل لحساب الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية. ويسابق الطاقم الطبي لحسنية أكادير الزمن من أجل تأهيل عبد الرحمن الحواصلي الذي كان قد غاب عن مواجهة شباب المحمدية برسم الجولة الثالثة من الدوري الاحترافي، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة يوسفية برشيد. وإلى جانب عبد الرحمن الحواصلي يستعجل مدرب حسنية أكادير عودة السنغالي باكاري ماني الذي غاب هو الآخر عن الفريق بعد تعرضه للإصابة. وبات فريق حسنية أكادير مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد الرياضي بعد تواضع أداء الفريق مع مستهل الموسم الكروي الحالي.
اختار الاتحاد الافريقي الكاف طاقما تحكيميا من غينيا بقيادة احمد سيكو توري لادارة مباراة فريق الملعب المالي ضد الوداد الرياضي يوم 23 من دجنبر الحالي، وذلك برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمجموعة دوري ابطال افريقيا بمساعدة مواطنيهما ماضي تيري وصديق سيداني. وتقام مباراة الإياب بين الوداد الرياضي والملعب المالي يوم 6 من يناير المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وكان الاتحاد الأفريقي الكاف قد أعفى الوداد الرياضي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بحكم ترتيبه على الصعيد القاري، وذلك رغم تراجعه للمركز الثاني وراء الأهلي المصري. خرج جمال أيس بن يدر اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي بتصريح مثير، وذلك بخصوص انضمامه للنادي الأحمر. وقال اللاعب الوداد السابق جمال أيس بن يدر: نحن نعرف المنافسة كيف تدار داخل الوداد الرياضي، وهناك لاعبين من يتحكمون، وهو ما يعرف بالنقابة. وأضاف جمال أيس بن يدر: الكفاءة والجدارة غير كافية لتدافع عن ألوان الوداد الرياضي، وعدد من مدربي الفريق الأحمر أبلغوني بذلك. وأكد جمال أيس بن يدر أنه بكل أمانة تعرض للنقابة خلال ممارسته في الوداد الرياضي. أثار سيمون موسوفا مهاجم الوداد الرياضي جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر تغريدة غريبة يتهم من خلالها زميله في الفريق الأحمر صلاح الدين السعيدي بالنقابة. وتداول رواد شبكة مواقع التواصل الاجتماعي ستوري للمهاجم التنزاني سيمون موسوفا نشره عبر صفحته الشخصية في موقع تويتر، والذي يكيل من خلالها اتهاما صريحا لزميله صلاح الدين السعيدي بالتآمر ضده وإبعاده عن المشاركة أساسيا في تشكيلة الفريق الأحمر. ويذكر أن سيمون موسوفا انتقل لفريق الوداد الرياضي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما إليه من الدفاع الحسني الجديد، حيث وقع في كشوفاته عقدا يمتد لأربع مواسم قادمة.